السلام عليكم، انا عبيدي لبنى من مدينه بني ملال، بالضبط من دوار لاله عيشه. نمت الدري اللي حكموا عليه ب30 عام. اخوتي انا كنترجاكم وكنزوق في الله وفيكم تساعدوني عليه. بغيت ندير ليه استئناف، ما صدتش باش ندير ليه المحامي، وانا غير مطلقه وعندي جوج بنيات اخرين، غير هو اللي عندي وجوج بنيات. تنترجاكم اخوتي تساعدوني عليه. الحاله حاله الله، انا تنترجى الله وانتوما. انا كنت ترجى شي مسؤول تكون في قلبه الرحمه ويجي يسول بانه الدري مشى غير في الباطل، يسول عليه كبير وصغير بلا ما يعلمني. انا مزوقه فيكم اخوتي لما تساعدوني، رانا ما في حاليش وما عنديش، وعندي غير داك الولد. رانا اخوتي انا مرضت بالاكتئاب من جهه ولدي، رانا خدمت عليه وطلبت عليه تكبرته، تا ولا راجل هو مشى ليا ب30 عام. رانا اخوتي بقيت بلا صحه وبلا عقل وبلا حتى حاجه. اخوتي انا ما عنديش عيشه بلا ولدي، حسوا بيا اخوتي، خصوصا اللي مجرب الكبد. انا مزاوقه فيكم اخوتي، ما تخلاوش عليا اخوتي المحسنين، ما تخلاوش عليا. انا مزاوقه فيكم، انا ما عندي حتى حد سوى الله وانتم اخوتي، ما تخلاوش عليا. انا مزاوقه فيكم. راسي صوتو في الليل ودرت له الشهاده وجهاز جمع عليه وكيهرس عليه في الباب وطالع عليه، والدري راه هرب للسطح ولاح الحجره، ما ناويش يقتلو لاح الحيط الاخر ديال الجهه الاخرى. وباش ما قاست هذاك السيد حك داير ثلاثه العمليات. انا مزوقه فيكم اخوتي، جيو وسولوا عليه بلا ما تعلموني، سولوا عليه ما تخلاوش عليا اخوتي. انا مزوقه فيكم، انا ودي حطمني وما خلاش عندي الصحه. انا مزوقه فيكم، تنترجاكم اخوتي المغاربه واخوتي المسلمين، ما تخلاوش عليا. رانا ما في حاليش وما عنديش، رانا ساكنه غير مع مالين الدار. انا مزوقه فيكم اخوتي، الله يجازيكم بخير، الله يكتب عليكم مكاتب الخير اخوتي. واللي عارف شي محامي وكلوا عليه، ما عنديش مشكل. المهم هاي خفوا لي على ولدي، راه غير عام ديال الحبس وراه ما ساهلش. قفت الحبس ما تتعمرش اخوتي. كتب عليكم مكاتب الخير، راه عام وراه صعيب. الله يجازيكم بخير، ما تخلاوش عليا. انا مزاوقه فيكم اخوتي، الله يحفظ لكم والديكم ووليداتكم من الشر ومن الاذى. رانا ما تنقولش كحك ولدي، وجو اخوتي سولوا عليه الصغير والكبير. راه الدري تحقر وباقي صغير، وداك السيد راه عنده 34 سنه في عمره، ولدي عنده 18 عام. انا مزاوقه فيكم اخوتي، ما تخلاوش عليا. الله يجازيكم بخير، والله يحفظ لكم وليداتكم ويحفظ لكم والديكم، والله ينجيكم من الحقره اخوتي. تنشكركم اخوتي، الله يحفظكم.